ولترابط الخدمات مع خيار تحسن أوضاع المواطنين مع بداية العام الدراسي وقرب فصل الشتاء، أكد قائم مقام قضاء بلد حيدر البلداوي لقناة صلاح الدين أنه ضمن توجيهات حكومة محافظة صلاح الدين باشرت الشركات المنفذة للمشاريع أعمالها وفي عدة مناطق من القضاء في شارع المحيط وحي العباس وحي الطاقة. بدعم من الحكومة المحلية في المحافظة باشرت الشركة المنفذة لتطوير شارع المحيط أعمالها. عملية التطوير سوف تشمل تحويل هذا الشارع من سايد واحد إلى سايدين، وكذلك راح يتضمن أيضا نصب الإنارة في هذا الشارع. أيضا الشركة المنفذة لشارع الزهور قد أكملت أعمالها بأعمال التبليط، وأيضا هناك سوف يكون استئناف للعمل ما تبقى من شارع العفو من حي العباس في تطوير الجزء الأخير في من أعمال التبليط، إضافة إلى سوف يتم إكمال كافة النواقص الموجودة في حي الطاقة.